سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. نخصص هذه الحلقه للحديث عن دعوات التهدئه ووقف التصعيد بين ميليشيا الحوثي والسعوديه. قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في تغريده له ان الرياض تنظر بايجابيه الى عرض ميليشيا الحوثي بشان التهدئه داعيا اياها الى تطبيقه. من جانبها رحبت ميليشيا الحوثي بتصريح نائب وزير الدفاع السعودي في رده على مبادرتهم الاخيره وصفة إياها بالإيجابية. ففي تغريدة على تويتر أكد حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا إن ما عبر عنه خالد بن سلمان تجاه مبادرة صنعاء مؤشر إيجابي وإضافة لصوت السلام والعقل. وذكرت وكالة رويترز أو كانت الوكالة قد نقلت عن مصدر عسكري رفيع عن الرياض فتحت اتصالا مع رئيس المجلس السياسي للحوثيين عبر طرف ثالث بشأن الاتفاق على هدنة محدودة وسط إصرار لميليشيا الحوثي على هدنة شاملة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: فرص دعوات التهدئة ووقف التصعيد بين الميليشيا والسعودية، وأسباب وآثار تجاهل دور الحكومة الشرعية في دعوات التهدئة. نشاهد التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. بعد 5 سنوات من الحرب لم تعد أهداف استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي تشغل بالا للسعودية بعد رضوخها لمبادرة الحوثيين الداعية لضرورة وقف التصعيد. الجنوح السعودي للمبادرة الحوثية هذه المرة جاء على لسان الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي الذي أكد في تغريدة له أن المملكة باتت تنظر بإيجابية للتهدئة وأن ذلك ما تسعى له السعودية دوما. وإلى ما قبل هجمات أرامكو التي استهدفت خطوط إنتاج النفط في بجيك وأخريس، كانت السعودية لا تزال ترفض الحديث عن أي محادثات مباشرة مع الميليشيا، وهو الأمر الذي تغير بعد ذلك. لم يتأخر الرد الحوثي على مؤشرات القبول السعودية بالتهدئة، حيث أعلن نائب وزير الخارجية بحكومة الحوثيين حسين العزي إيجابية موقف السعودية تجاه مبادرة صنعاء، مشترطاً أن يشمل ذلك وقفاً كاملاً للغارات الجوية على كل البلاد. وأمام تبادلات الحديث عن سلام محتمل أو استسلام كما يحلو للبعض وصفه قد تعتقده السعودية مع الميليشيا، يتساءل مراقبون عن أسباب تغييب الشرعية أو تجاهلها، وهي المناطة بالحديث بدلاً عن السعودية عن أي فرص سلام قد تحدث. تساؤل أرجعه مراقبون إلى حالة الخذلان والتهميش الذي تفرضه السعودية على الشرعية، ليس آخرها منع الرئيس هادي من حضور اجتماعات الأمم المتحدة قبل أيام. وبموازين الربح والخسارة يمكن القول إن الحوثيين باتوا بعد 5 سنوات من الحرب أقوى مما كانوا عليه، فيما أصبحت السعودية التي لطالما تحدثت عن نقل المعركة إلى إيران منكشفة كلياً أمام قدرات الميليشيا العسكرية الحوثية. انكشاف قد لا يبدو عسكرياً فقط بل وأخلاقياً أيضاً إذا ما واصلت السعودية خذلان الشرعية وتجاهلها، وهو أمر إذا ما استمر فإنه قد يعزز من فرضيات الميليشيا المستمرة بأنها كانت تواجه عدواناً سعودياً لانقلاباً على الشرعية المغيبة أصلاً. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفي من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. اهلا، مساء الخير. اهلا بك سيد عبد الناصر. كيف تقرا تصريح وزير الدفاع السعودي ان الرياض تنظر بايجابيه لعرض ميليشيا الحوثي بشان التهدئه؟ يعني علينا ان ناخذ التصريح في سياقه الطبيعي، لانه اتى ضمن تصريح لقناه اعلاميه امريكيه. نعم. وكان بيخاطب الجمهور الامريكي ولا يخاطب الجمهور اليمني، وبالتالي كان هذا الخطاب ضروري لأنه يريد أن يظهر نفسه بأنه ليس داعية حرب وبأن الحرب بالنسبة له ممكن أن تحل، وخاصة وأن هناك أصوات كثيرة في أمريكا تطالب بإنهاء الحرب وترى بأن هذه حرب عبثية، ولهذا السبب هذا التصريح جاء في هذا السياق. لا أعتقد أن هناك تغير كبير في الموقف، هناك بالطبع ضغوط أمريكية وغربية على السعودية لأن تتجاوب مع ما سمي المبادرة الحوثية. وهناك أيضا عمل مع الحوثيين من قبل هؤلاء بشكل مباشر أو غير مباشر بأن يتصرفوا
بشكل يظهرهم وكأنهم دعاة سلام، لكن لا أعتقد بأن السعودية في وارد أن تغير بشكل جذري. لكن هناك سيد عبد الناصر كما لاحظنا تغريدة أيضا لنائب وزير الدفاع، أيضا أكد ما صرح به وزير الدفاع في مسألة التعاطي الإيجابي مع مبادرات ميليشيات الحوثي. هي تأتي في نفس السياق، هناك ضغوط كبيرة على السعودية خاصة وأنها في موقف ضعيف بعد هجمات أرامكو، أصبحت السعودية في موقف ضعيف، هي تحاول أن ترسل رسائل وخاصة للغرب بأنها ليست لديها رغبة بحرب غير ضرورية، وبأنها يعني دولة مسالمة، لأن إضافة إلى أنه هناك أيضا محاولة من قبل دول كبيرة لصفقة إقليمية في المنطقة تشمل السعودية وإيران، لكن الوضع في اليمن هو أكثر تعقيدا من أن يتم التعامل معه بهذه الجزئيات، لأن هذا التعامل هو تعامل جزئي. المشكلة في اليمن ليست فقط تدخل سعودي إيراني، هي مشكلة في الأساس مشكلة يمنية، صراع يمني له أبعاد كثيرة، وهناك تدخلات خارجية إيرانية سعودية إماراتية وغيرها في اليمن. لهذا المشكلة في عموميتها لا يمكن التعامل معها بهذه الجزئيات البسيطة، وقف إطلاق هنا أو هناك، خاصة أن وقف إطلاق النار الجزئي الذي يبدو أنه اقترح من قبل الغربيين ليس له من معنى. السعودية من ناحيتها وقف إطلاق الجزئي هو عمليا هناك ما يشبه وقف إطلاق فعلي، بمعنى أن السعودية لم يعد لديها أهداف تضربها خاصة في مناطق صنعاء وحولها من هذه المناطق، في المدن اليمنية معظمها ليس هناك من أهداف جديدة، كل الأهداف ضربت في السنة الأولى للحرب، وأصبح أي عملية تتم في هذه المناطق هي عملية تطال مدنيين وتتحمل السعودية تبعات لها. لكن في نفس الوقت السعودية لا تريد أن تمتنع أو أن تلزم نفسها بوقف إطلاق نار كامل في هذه المناطق، لأنها في هذه الحالة سيتصرف الحوثيين بحرية أكبر، سيتمكنون من تجميع قواتهم بشكل أفضل، سيتمكنون من التدريب التصنيع كل هذه الأمور التي تخشاها السعودية. لهذا السبب لا أعتقد بأن السعودية ستقبل مثل هذا الاتفاق الجزئي. كذلك الحوثيين هم يطمحون إلى ما هو أكبر من ذلك، الحوثيين طموحهم العام منذ أن أصبحوا قوة رئيسية في اليمن هو أن تعترف بهم السعودية طرف رئيسي وحاكم للمنطقة التي يحكمونها الآن أو لشمال اليمن كما يطمحون. لهذا هم يحاولوا أيضا أن يبالغوا، يعني التصريحات الحوثية تحاول أن تبالغ وأن ترسل رسائل لتحبط الأطراف اليمنية التي هي بين قوسين متحالفة مع السعودية، لتظهر لها بأننا نحن الآن في طريق عقد صفقة مع السعودية وستكون هذه الصفقة على حسابكم. وهذا طموح حوثي أو تكتيك حوثي ذكي يخلق انطباعات محبطة لدى الخصومة، وهذا ما كان يعمله منذ بداية لعبه في السياسة والعمل العسكري. يتذكر قبل سقوط صنعاء وقبل سقوط عمران كان يبث دعايات بأنه لديه دعم سعودي ودعم إماراتي، وهذه كانت معلومات زائفة، ولكن كان يرسلها الحوثيون عن عمد ليضعفوا خصومهم ويشعروهم بأنهم ليسوا وحيدين وبأن هناك من يدعمهم. والمشكلة أن خصومهم كانوا من الغباء حتى صدقوا مثل هذا الطعم ولا زالوا يرددونه حتى اليوم. جميل، إذن ابقى معي سيد عبد الناصر. أرحب الآن بضيفي من الدمام المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. سيد سلمان مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد سلمان. يعني أنباء عن بداية الدخول في تفاهمات حوثية سعودية بشأن تهدئة وهدنة، هل نحن مقبلين على مرحلة حقيقية لإيقاف القتال وتفاهم بين الطرفين باعتقادك؟
اولا في بدايه اني اصحح الموقع، انا بصراحه كان الدمام عزيز على قلبي، انا اكلمكم الان واحدثكم دائما من عبر جنوب المملكه. اهلا بك، اهلا بك، سيتم التصحيح. الله يسلمك، الله يسلمك. بالنسبه لما يدور او يشاع منذ فتره قريبه، يعني بصراحه لم يصدر هناك اي شيء رسمي حيال ذلك. الجميع يتمنى دون استثناء، سواء من الحكومه الشرعيه او من الاحزاب اليمنيه الاخرى او من كافه الاطراف الدوليه، ان تنتهي هذه المعركه الدائره في اليمن، ولكن على مبادئ واسس ومرتكز الحل السياسي، وهي الثلاث الخطوات او المرجعيات الثلاث التي تتمثل في قرار مجلس الامن رقم 22/16، اضافه الى المبادره الخليجيه ومخرجات الحوار الوطني. عدا ذلك لا مكان للحوثيين. نعم، لكن سيد سلمان، هناك انت قلت يعني لا توجد انباء تؤكد هذا الامر. هناك تصريح لوزير الدفاع السعودي في مسألة التعاطي بإيجابية مع ما طرحته ميليشيا الحوثي، وهناك أيضا تغريدة لنائب وزير الدفاع أيضا أكد بأنهم يعني على استعداد بالتعاطي بإيجابية تامة مع ما طرحته ميليشيا الحوثي، إذا كان هناك جدية في هذه المسألة. صحيح كلامك، انا قلت في البدايه الجميع يتمنى ان يصدقوا الحوثيين، ولكن يا اخي التجارب على مدار الخمس سنوات الماضيه اثبتت بان الحوثيين يكذبون مثلما يتنفسون. هؤلاء، وانا اكرر هذه العباره دائما، لا اهد لهم ولا ذمه ولا صدق ولا وفاء. هؤلاء عندما يحسون بنقص مقاتليهم في الجبهات ونقص الاسلحه الحربية، يبدأون في المراوغة، ثم يبدأون يبحثون عن ما يسمى الهدنة، ثم يبدأون يزيفون الحقائق ويضللون إعلاميا، مثل ما أدعوا قبل أسبوعين أو أقل بأنهم هاجموا في نجران ثلاث ألوية عسكرية وآسروها وكشفت الحقائق ما يكذبون إليه. فلذا يا سيدي، أنا أعتقد أن ما يقولون الحوثيين، من الذي قدم هذه المبادرة؟ هم الحوثيين. لكن طالما هم بهذا الضعف سيد سلمان، طالما هم بهذا الضعف، لماذا يعني السعودية اليوم أيضا يعني تقبل أي مقترحات من قبلهم وهم في موقف ضعيف؟ يعني لماذا لا تواصل سير المعركة حتى تحقيق الأهداف التي أتى من أجلها التحالف وأيضا مساندة هذه الشرعية؟ لماذا يعني تذهب السعودية في الطريق الذي يرسمها الحوثي؟ من الذي كان السعودية تتجه في الطريق الذي يرسمه الحوثي؟ في مسألة التهدئة والاتفاق وإيقاف إطلاق النار بين الطرفين والحديث عن هدنة، ربما طرف يطالب بأن تكون هذه الهدنة شاملة وطرف يريدها جزئية، بالتالي هناك تفاهمات. أولا ما أحب أن أحيط بك، أنا أحيطك بعلما سيدي ولقناتكم العزيزة قناة الكيس، لأنه منذ أطلق ما يسمى المشاط ومهدي المشاط هذه المبادرة، من يتوقف عن قصف المدنيين في تاز أو في مواقع مارب أو في صرواح؟ أو يا أخي، هؤلاء لا يزالون يواصلون هجماتهم واستهدافهم للمدنيين والمواقع المكتظة بالمدنيين منذ اللحظة التي أعلن أو يعلن فيها المشاط هذه الهدنة. ولذا وأنا أريد أن أقول بالمداد الصريح أو بالكلمة الصادقة بأن ما يقوله المشاط أو غيره هو مجرد ألاعيب تمليها عليه إيران. ما تتعامل به ايران في اليمن هو ذات الصلب الذي تتعامل به في العراق وفي سوريا وفي لبنان. يا اخي، ما يريد المهدي المشاط من هذه الهدنة؟ هل هو حريص على حقن دماء اليمنيين؟ ولماذا نزج باسم السعوديه بانها هي التي ستتفق مع الحوثيين؟ يا اخي، هناك حكومه شرعيه برئاسه الرئيس عبد الرب وهادي منصور هي صاحبه القرار. التحالف مجرد قوة لإعادة الحكومة الشرعية إلى اليمن وفق ثلاث مرجعيات أساسية أنا قلتها لك في البداية، ولكن لا يعقل أن تكمل لا المملكة العربية السعودية ولا التحالف ولا الحكومة الشرعية بتفاوض مع عصابات إرهابية إنقلابية تابعة لإيران. عندما يريد الحوثي أن يكون صادقا، وأنا أختم لك هذه النقطة بهذه النقاط المهمة، عندما يكون مهدي المشاط وعبد الملك الحوثي الذي يرتع الآن في سلطنة عمان، ما بين سلطنة عمان ولبنان، عندما يريدون أن يكونوا صادقين فيما يقولون، فعليهم الالتزام بما ورد في قرار الأمم المتحدة 22/16 والمبادرة الخليجية، والعودة إلى ما كان قبل عام 2014.
نعم. عدا إذن ذلك فليس لهم. سأعود إليك سيد سلمان. ولم يحترم مبادرتهم أحد. سأعود إليك سيد سلمان. أذهب لضيفي الآن السيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي اليمني. سيد عبد الناصر، يعني لماذا يتم إقصاء الشرعية في هذه التحركات القائمة مؤخرا والتفاهمات؟ هل فعلا يعني أصبح الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية مجرد شيء هامشي بالنسبة للسعودية؟ سيد عبد الناصر هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عبد الناصر المودع، وأعود مرة أخرى لضيفي المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. يعني سيد سلمان، هناك من يقول بأن يعني ميليشيا الحوثي يعني نجحت في استدراج المملكة العربية السعودية ل يعني تفاهم مباشر معها، وبالتالي يعني تصوير ما هو حاصل في اليمن بأنه معركة ما بين الحوثيين والسعودية، وبالتالي يعني هناك إغفال تام للشرعية اليمنية من خلال تبادل التطمينات بين الطرفين في مسألة التهدئة. هذا الكلام هو ما يريد الحوثيين. الحوثيين عندما يكونوا صغارا فيريدوا أن يصعدوا مع الكبار. المملكة العربية السعودية لا تعترف بهم ولا تنظر إليهم. هؤلاء ما يحدث في اليمن هو مشكلة يمنية. هؤلاء انقلبوا على سلطة شرعية داخل اليمن، ولجأت الحكومة الشرعية لطلب التحالف. نكرر هذا دائما. أتت المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة التحالف العربي لإعادة الشرعية وإنقاذ الجار. ولذا ما يقوم به الحوثيين الآن من محاولة بالزج باسم المملكة العربية السعودية هو وفق إملاءات إيرانية. يعني لاحظ بالله الخطاب السياسي الذي يحدث في طهران والخطاب السياسي الذي يحدث في صنعاء، لا تجد فرق بين الخطابين. الخطاب الحوثي والخطاب الإيراني هو ذات الخطاب وذات الصيغة وذات المعنى. عندما يزجون باسم المملكة العربية السعودية هم يريدون من هذا أن يشخصوا الأمر أو يشخصوا القضية أو يضعوا الواجهة مع المملكة العربية السعودية، هذا غير صحيح. هناك سيد سلمان من يرى بأن السعودية أيضا يعني قد ترضخ لأي تفاهم مع ميليشيا الحوثي والقبول بأي هدنة مقابل ما تلقته أو إيقاف ما تتلقاه بين فترة وأخرى من ضرب مواقع حساسة تؤثر عليها بشكل فعلي. لا، كما تعلم يعني بعيدا عما حدث مؤخرا لأرامكو، وهذا ليس من فعل الحوثيين، ولكن الحوثيين هم المطية التي تطلق عليها إيران. لكن ما حدث من إطلاق صواريخ من المملكة العربية السعودية أو الطيارات المسيرة، ولله الحمد يعني أكثر من 230 صاروخ تم إسقاطها يا سيدي. هذا لا يحدث في أي دولة في العالم إلا في المملكة العربية السعودية. لكن عندما يقول الحوثي بأنه من صنع وهو من أرسل وهو من عمل، عليه أولا أن يضع نقطة واحدة أو خط فاصل ما بين من يصنعون هذه المعدات ومن يوردونها ومن يهربونها إلى داخل اليمن. المملكة العربية السعودية إلى الآن لا تزال تدافع يا سيدي عن حدودها، سواء كانت البرية أو البحرية أو الجوية، من الحوثيين أو من غير الحوثيين. نحن الآن يا سيدي نمجد الصلح والمصالحة بين الأطراف اليمنية، وتحاول المملكة العربية السعودية أن تجمعهم على كلمة واحدة، وهو ما حاولت به في اجتماعات جدة، ولكن للأسف هناك أطراف تدخلت لإفشال هذه الاجتماعات من أجل أهداف سياسية معينة ومن أجل إملاءات إيرانية حوثية. ما يحدث الآن يا سيدي هو ارتكاب على صهوة بصراحة الفشل. إيران عندما تريد أن تمرر شيء فإنها تستطيع تمريره عن طريق هؤلاء الأغبياء والعصابات الحوثية. الاعتداءات عندما يحاول الحوثيين أن يقولوا بأننا سنوقف قصف المملكة العربية السعودية مقابل كذا وكذا، هل الأمر ليس لنا علاقة فيه؟ سواء أرسلوا صواريخ، يعني هو أيا كان الفاعل في مسألة ضرب أرامكو، ولكن في الأخير هو يعني أي قبول للتفاهم مع الحوثي هو انتصار بالنسبة لهم، وهم في نهاية المطاف حلف واحد، سواء كانت الضربة آتية من إيران أو من العراق أو من الحوثيين أنفسهم. نعم صحيح، أنا أتفق معك، ولكن أريد أن أوضح نقطة واحدة، بأن هذا ما يحدث لن يشكل أي ضغط للمملكة العربية السعودية أبدا.
المملكة العربية السعودية التزمت منذ انطلاق عاصفة الحزم بإعادة الشرعية. ولذا فنزارة المملكة العربية السعودية أمام هذا الشرط الذي التزمت به أمام الشعب اليمني أولا، وأمام فخامة الرئيس عبد الرب وهادي منصور، وأمام العالم. عدا ذلك فليس هناك، وصدقني هذه الحقيقة التي سأقولها لك وللسادة المشاهدين. أشكرك. إذن وضحت الصورة. اتفاقيات مع الحوثيين. وضحت الصورة سيد سلمان عسكر، محلل سياسي سعودي، شكرا جزيلا لك. إذن أعود لضيفي الذي عاد إلينا مجددا، المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، لماذا يعني يتم إقصاء الشرعية في هذه التحركات والتفاهمات الأخيرة؟ هل فعلا يعني أصبح الانقلاب على الشرعية موضوع هامشي بالنسبة للسعودية؟ كما ذكرت لك يعني ليس هناك حتى الآن أي تفاهمات حقيقية، هناك مجرد كلام ومعظمه كلام إعلامي خاصة من جانب السعودية. هذا جانب. الجانب الآخر، لو كان هناك مصلحة سعودية لأي تفاهمات مع الحوثي ستتفاهم بغض النظر عن هذه الشرعية رأيها، لأنه تعرف هذه الشرعية هي ليست موجودة إلا بفضل السعودية. يعني عبد الرب منصور لم يعد رئيس إلا بالدعم السعودي. يعني لو تخلت عنها السعودية اليوم غدا ليس لديها أي شرعية حقيقية، ولن يعترف بها حتى العالم اعتراف العالم بسبب الضغط السعودي وبسبب الدعم السعودي له. وكما هو معروف يعني عبد الرب منصور هو لم يكن لا من البداية ولا من النهاية ليس قوة سياسية، وليس هو فقط واحد مستفيد من هذا المنصب، هو والشلة المنتفعة حوله. نعم. والأحزاب أيضا التي تستفيد من هذه الشرعية، وبالتالي هو نفسه هادي، ليس له أي وجود، ليس لديه حتى هو لا حس بمسؤولية عن هذا الشعب، ولا ليس لديه مشروعه هو أسرته والمحيطين فيه الحبر والاستفادة من هذا المنصب أكبر قدر ممكن ولأطول فترة ممكنة. لهذا السبب سيتم تجاهله. لو أرادت السعودية ولو كان هناك مصلحة سعودية بأن تتفاهم مع الحوثيين أو غير الحوثيين لا تفاهم. لكن سيد عبد الناصر، يعني من خلال المعطيات الحاصلة والتصريحات المتبادلة بين الطرفين، يعني هل يمكن أن تتحول استراتيجية السعودية مما كانت تتحدث عنه بأنها يعني تقود معركة لقطع مخالب إيران، ويتحول اليوم الأمر إلى تفاهم مع وكلاء إيران والوصول إلى تسويات مثلا؟ يعني السعودية هدفها الاستراتيجي هو القضاء على الحركة الحوثية والقضاء على نفوذ إيران في اليمن، وهذين الأمرين يظلان هدف استراتيجي. لكن هل بإمكان السعودية عمل ذلك؟ حتى الآن فشلت السعودية في ذلك، ولكن هذا الهدف لا زال وهذه الرغبة لا زالت. لكن قد إذا حدثت تطورات كما حدث بعد هجمات أرامكو، قد تضطر السعودية الآن تراجع هذه السياسات، تعدل من هذه الأهداف، تقبل بأهداف أقل. لكن حتى الآن السعودية لم تهزم والحوثي لم ينتصر، يعني لازلنا إحنا في وسط معركة. ربما هناك الآن ما يمكن أن نسميه عاصفة، السعودية تحاول أن تنحني أمامها قليلا، لكن بشكل عام الأوضاع والمعطيات على الأرض لم تتغير بشكل جذري، وخاصة فيما يتعلق بالشأن اليمني. ربما التعامل الإيراني السعودي هذا أمر مختلف، لأنه بعد الانكشاف الأمني والاستراتيجي السعودي حينما رفضت أو حينما تخلت الولايات المتحدة عن منحها الغطاء الدائم والمستمر والحماية الأمنية المستمرة، هذا الأمر جعل السعودية الآن في حالة إرباك. ومن ضمن هذا الإرباك ربما تحاول فقط من خلال هذه التصريحات الإعلامية أن تخفف عن نفسها على بعض الضغوط، لكن حتى الآن لم تتغير الاستراتيجية السعودية فيما يتعلق بالحوثي، بل على العكس. يعني خطر الحوثي أكدت الأحداث بأن الحوثي أخطر مما كان عليه عشية الحرب. الحوثيين لم يكونوا يهاجموا السعودية ولم يكونوا حتى بصدد مهاجمة السعودية على الأقل في ذلك
ذلك الوقت، لكن الآن بعد خبرة طويلة من الحرب معهم تأكدت السعودية خطورتهم وهم محاصرون، فكيف الحال لو أصبحوا قوة شرعية معترف بها وأصبحوا غير محاصرون ولديهم القدرة على الحصول على أسلحة وعلى دعم وعلى التحالف مع خصوم أو منافسين للسعودية في العالم أجمع؟ يعني الحوثيين بيؤكدوا يوما بعد آخر خطورتهم على السعودية، ولهذا ليست السعودية في وارد الانفتاح عليهم بعد هذا الخطر، بعد أن تأكد خطرهم بهذا الشكل. لكن في الوقت الحالي ربما فقط يعطون مثل هذه التصريحات ليمتصوا بعض الضغط الخارجي ليحرفوا الأنظار قليلا عن مشكلة الحرب في اليمن، ويعطوا آمال وهي آمال يروجها الغربيون بشكل عام والمبعوث الأممي، آمال زائفة بأن هناك إمكانية لسلام في اليمن وبأن الحرب قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة. لكننا نعرف، نحن اليمنيون نعرف تماما بأن الحرب ربما الآن بعد قوة الحوثيين ربما أن الحرب لا زالت في بدايتها وليس حتى في منتصفها. نعرف بأن الحوثي كلما تمكن كلما ازدادت الحروب والعزلة على اليمن وازدادت الفوضى في اليمن. الحوثي هو مشروع حرب دائمة، وهذا المشروع كلما قوى كلما أصبح توليد الحرب احتماليته أكبر من السلام. لهذا كله الأمر ليس هناك من تغير حقيقي أو جذري، ونحن اليمنيين أدرى من الخواجات الذي يصرحوا هنا وهناك أو من بعض الحالمين الرومانسيين أو الحوثيين، لأنه لو نظرت للمسألة بشكل عميق المستفيد من هذه التصريحات والمستفيد من الحديث عن السلام هم الحوثيون، لأنهم يوصلوا رسالة للداخل وللخارج بأننا أصبحنا قوة رئيسية وبأن السعودية ستتعامل معنا وبأننا أصبحنا القوة العالم سيعترف بنا في الداخل والداخل سيعترف بنا. فالسلام في حقيقته الذي يتحدث عن السلام هو بيردد خطاب حوثي بشكل أو بآخر. نعم، جميل، شكرا جزيلا لك السيد عبد الناصر المودع، محلل سياسي يمني، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. وبهذا نصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.